فلاديمير بوتين الرئيس الحالي لدولة روسيا الاتحادية، أكبر دولة في العالم. وقد كانت حياة بوتين منذ ولادته مليئة بالأحداث، وانتشرت قصة ولادته التي تعد أشبه بمعجزة لما فيها من الغرابة. وقد كانت قصة ولادة بوتين هي البداية فقط ليكمل هو بمسيرة حياته التي لم تكن حياة عادية لرئيس عادي، بل أسهم بوتين في تحريك العالم كله. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم قصة ولادة رئيس روسيا فلاديمير بوتين. فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين هو الرئيس الحالي لدولة روسيا، وهو ضابط مخابرات وسياسي سابق. ولد في مدينة لينينغراد شهر أكتوبر من عام 1952، وفي عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة لينينغراد. وبعد ذلك التحق بوتين بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية، لينخرط بعدها في العمل في ألمانيا الشرقية، واستلم عددا من المناصب كمنصب مساعد الرئيس في جامعة لينينغراد، ثم أصبح مستشارا لرئيس المجلس في المدينة وغيرها من المناصب. وقد تقلد فلاديمير بوتين رئاسة روسيا في عام 2012، وهو الرئيس الحالي لها إلى يومنا هذا. وهو من الرؤساء الذين كان لهم ذكرهم في العالم كله، فقد حول بوتين روسيا من دولة بقوة قديمة إلى دولة قوية وإمبراطورية ضخمة تقدر على التصدي لأي اعتداء ومن أي دولة في العالم. انتشرت قصة ولادة فلاديمير بوتين على وسائل الإعلام، وذلك لما فيها من الغرابة، حيث وصفت بأنها معجزة حقيقية. وبداية القصة عند والد بوتين الذي كان أحد الضباط في الحرب العالمية الثانية، وكان يخدم في أسطول الغواصات في البحرية السوفيتية. وفي أثناء الحرب طلب والده إذنا حتى يتمكن من الاطمئنان على أسرته، وبعد عودته تفاجأ باحتلال الألمان للمدينة وقتل سكانها. وكانت جثث الضحايا من أهل المدينة قد وضعت في شاحنات لتدفن في مقابر جماعية. بدأ والد فلاديمير يفتش بين الضحايا عن زوجته، ووجدها بالفعل وقد غطتها الدماء، واكتشف أنها ما زالت حية، فنقلها إلى المستشفى، ولجت والدة بوتين من الموت المحقق. وبعد أعوام من انتهاء الحرب العالمية الثانية ولدت أم بوتين به. كان ذلك في شهر أكتوبر من عام 1952، وذلك بعد أن انتهت الحرب العالمية بسبع سنوات. استلم بوتين رئاسة روسيا الاتحادية في العام 2012، وقد كان بوتين رئيسا لروسيا قبل ذلك من عام 1999 حتى العام 2008، وأصبح بعدئذ رئيس وزراء البلاد في الفترة ما بين 2008 و2012، ليعاد انتخابه كرئيس لروسيا في العام 2012 بمجموعة 64% من الأصوات. وقد كان بوتين صاحب شخصية قيادية منذ صغره، وتسلم العديد من المناصب في حياته، وقد عمل منذ استلامه للرئاسة إلى تطوير الاقتصاد الروسي، وأعاد سيطرته على الجمهورية ومناطق روسيا. وبهذا نكون قد عرضنا لكم قصة ولادة فلاديمير بوتين رئيس روسيا، والتي تعد من أغرب القصص في العالم.